كان اليهود دائما ما يفتخرون بالانتساب الى سيدنا ابراهيم عليه السلام، وسيدنا اسحاق عليه السلام، وسيدنا يعقوب عليه السلام، كان هؤلاء اليهود يظنون ان هذا يكفيهم وليس هناك داع للعمل والايمان، ولكن الحقيقه ان تلك الامه العظيمه قد خلت ومضت، لها ما كسبت من خير، وعليها ما اكتسبت من شر. كما أن لكم ما كسبتم من خير وعليكم ما اكتسبتم من شر. لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تُسألون عن أعمالهم ولا يُسألون عن أعمالكم. فإياكم وأن تختروا بالانتساب لهم، فالعبرة في الإيمان بالله، وتوحيده بالعبادة، وطاعته واتباع رسله. فخير لكم أن تصلحوا أعمالكم. وتتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وتدخلوا في ملته وفي الإسلام فجميع الأنبياء منذ آدم عليه السلام وحتى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام فدعوة جميع الأنبياء تتفق في أصول الدين كالتوحيد وعبودية الله والإيمان بالبعث والحساب والحث على مكارم الأخلاق ولكن الله لحكمة جعل هناك اختلاف بين الأمم في الشريعة والمنهاج وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام كمنهاج وشريعة دين رحمة وحب وسلام فأحل الله للناس كل الطيبات وحرم عليهم كل الخبائث ووضع عنهم الأغلال ويسر لهم العبادات وخفف عنهم تلك أمة قد خلت تلك اسم إشارة للبعيد لعظم المكانة وبعد الزمان وامه لها اكثر من معنى، وفي هذه الايه معنى امه جماعه من الناس. فتلك الامه المباركه وان كانت مضت ورحلت، تركت لنا ارثا عظيما، وهو مله ابراهيم، فهل اتبعتم هذه المله؟ تلك امه قد خلت، خلت من الدنيا وما فيها، تلك امه قد خلت. فإن كنتم حقا تفتخرون بالانتساب إليها فسيروا على نهجها وضربها وعلى ملة إبراهيم عليه السلام وكلنا نعرف أن في الدنيا ممكن الإنسان يستفيد من النسب والحسب والوسطة لكن الموضوع في الآخر يختلف لا نسب ينفع ولا شفيع يشفع إلا بإذن الله فخيرا لك أن تدع كل هذا وتعمل لا ينفع اليهود انتسابهم إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وإلا لكان نوح عليه السلام نفع ابنه ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه حاش لله أن يظلم ويساوي بين من يؤمن ومن يكفر فحقيقة الدنيا أنها دار عمل وابتلاء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أمامكم أيها اليهود دين مليء بالمعجزات الباهرة، دين مليء بالأدلة والبراهين العقلية والنقلية، فاقبلوا هذا الدين أو ارفضوه، ودعوا عنكم انتسابكم إلى أمم قد خلت. نحن نتفق جميعا أن العدل هو أساس الملك، وبدون العدل تصبح الدنيا كالغابة. سبق وقال اليهود: "لا تمسنا النار إلا أياما معدودة". أتدرون لماذا؟ لأنه سبق لأجدادهم وأن عبدوا العجل فهم مؤاخذون بعمل أجدادهم فهل هذا يعقل؟ وزعم أيضا النصارى أن عيسى عليه السلام صلب تكفيرا لخطيئة آدم عليه السلام وما شأن عيسى بآدم فهل هذا من العدل أم من الظلم؟ هل يقبل عاقل أن يؤاخذ بذنب أخيه ويعاقب مكانه؟ بالطبع لا وما فائدة العمل والاجتهاد إذا كانت العاقبة واحدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وعلينا أن نأخذ العظة والعبرة من أخبار السلف ولا نهتم بما سلف من أعمالهم ولا نحاسبهم على ما قدموا واشغل نفسك بالطاعات والأعمال الصالحة والتوبة من السيئات فهي الباقية في كتابك تذكر يوم يفر المرء من أخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وتذكر دائما قول الله تعالى وكلهم اتيه يوم القيامه فردا جزاكم الله خيرا